لو لاحظنا هذا الثوراسيكيج، احنا اخذنا الفيرتيبرال كولامن واخذنا الاسكال، يبقى الثوراسيكيج. لما اتكلم عن ثوراسيكيج يعني سترنم، كوستال كارتليج، ريبز، ثوراسيك فيرتيبرا، تمام؟ الاربعه المكونات. لو لاحظنا هذا الذي في الامام نسميها عظمه القصه ونسميها الاسترنم، نسميها الاسترنم. والاسترنم يا شباب تتكون من ثلاثه اجزاء، تتكون الجزء العلوي منها نسميه المنبرم استرناي، والذي بيتمفصل معاها عظمه الكلافيكل الذي هي عظمه القصه هذه يا شباب، اللي عظمه الترقوه، عظمه الكلافيكل تتمفصل مع المنبرم، تمام؟ هذا النطش يا شباب نسميه الجاجولر نطش، نسميه جاجولر نطش اوف ذا المنبرم استرناي، تمام؟ ويتمفصل معاها برضو الفيرست ريبز، تمام؟ الفيرست ريبز يتمفصل برضو مع المنبرم استرناي. مكان الالتقاء او الزاويه ما بين البدي، ما بين البدي وما بين المنبرم نسميها لويس اوف انجل. لويس، هذا لويس الذي اكتشفنا سموها باسمه، بالتالي نقول عنها لويس اوف انجل. وهنا يا شباب اللويس اوف انجل هنا يتمفصل فيها الربز رقم 2 او الكوستال كارتريج رقم 2، تمام؟ اذا رقم 1 في المانيبرام، رقم 2 في المفصل ما بين في الانجل، وهذا تشوف لحظه زي البروز، يقدر اي شخص لانه يعني يشوف هذا المانيبرا، هذا الجاجولر ناتش الذي فيه، وبعدين ينزل كذا بيحس بكذا بيتحسس البروز الذي موجود عنده، وهذه اسمها لويس اوف انجل، وهي مكان الكونكشن ما بين المنبرم استرناي وما بين البدي. وبالتالي يا شباب يتمفصل هنا السكند كوستال كارتليج، السكند كوستال كارتليج. الجزء الثاني من المنبرم من الاسترنم هي البدي، هذا الجزء الكبير نسميه البدي، تمام؟ ويتمفصل معاه بشكل منفصل او مستقل الذي هو رقم 3 و4 و5 و6. ان الجزء الثالث برضو او الجزء الاخير من الاسترنم نسميها الزيفويد بروسس، نسميه الزيفويد بروسس، تمام؟ وهنا في جنكشن او التمفصل هنا ما بين الريبز رقم 7 يكون نفس الويس اوف انجل يا شباب، بين كان معنا هنا الكوستال كارتريج رقم 2 يتمفصل في الزاويه ما بين المنبرم وما بين البدي، وهنا برضو رقم 7 ما بين الزيفويد وما بين البدي، تمام؟ اذا البدي يتمفصل مع 4 كوستال كارتريج مستقلين، ويتمفصل مع واحد يشارك فيها المنبرم، ويتمفصل مع واحد يشارك فيه ايش؟ الزيفويد، يشارك فيه الزيفويد. هذا بالنسبه للانتيريور بارت اوف ذا الثوراسيكيج. لو لاحظنا الجزء الثاني يا شباب هي الكوستال كارتريج، يعني الربز لما يجي من الخلف ما يعمل كونكشن على طول في الاسترنم، تمام؟ يتصل بالاسترنم بواسطه كوستال كارتريج، بواسطة الغضاريف هذه الكوستال كارتريج، إذن المقدمة منهم نسميهم الكوستال كارتريج. فلو لاحظنا الربز يا شباب، إن الربز هنا قسمنا الربز على حسب ارتباطهم بالاسترنم، إلى هنا إنه أي ربز بيكون مرتبط بالكوستال كارتريج بهذا الشكل ومتمفصل بشكل مباشر مع الاسترنم نقول عنه هذا ترو ربز، نقول عنه ترو ريبز، الذي يتمفصل مع الاسترنم بشكل مباشر ومستقل، كل واحد مستقل بذاته، نقول عنه ايش؟ ترو ريبز. وشفنا يا شباب رقم 10 ورقم 9 ورقم 8 هم متمفصلين او مرتبطين بطريقه غير مباشره مع الاسترنم، ولكن عن طريق الريبز او الكوستال كارتريج رقم 7، فبالتالي قلنا عنهم فولس ريبز. إذن الفولس ريبز الذي يرتبط مع الاسترنم بطريقة غير مباشرة، تمام؟ لكن الذي يرتبط مع الاسترنم بطريقة مباشرة نقول عنه ايش؟ ترو ريبز. يبقى معي الريبز رقم 11 ورقم 12 يا شباب، هؤلاء لا يرتبطوا الموجودين هنا، هؤلاء لا يرتبطوا مع الاسترنم، فبالتالي نقول عنها الريبز الفلوتنج ريبز او الأضلاع العائمة، نسميها الأضلاع العائمة أو الفلوتين ريبز. إذا قسمناهم على حسب ارتباطهم بالاسترنم إلى ثلاثة، تيبيكال الذي بيكون مرتبط بشكل مباشر بالاسترنم، والتيبيكال الذي بيكون مرتبط بغير مباشر بالاسترنم، والفلوتينج الذي لا يكون مرتبط بالاسترنم، ونسميهم العائمة، تمام؟ ونسميهم العائمة. لو لاحظنا يا شباب هنا الريبز هذا صنفناهم تصنيف إلى ترو وفولس وفلوتن. في معنى تصنيف اخر نقول عن تيبيكال واتيبيكال، نقول عنهم تيبيكال واتيبيكال. فاحنا معنى الربز الذي هو تيبيكال يا شباب الذي يحتوي على هيت، تمام؟ يحتوي على هيت ويحتوي على نيك
ويحتوي على تبوركا الموجود هنا، ويحتوي على انجل هذا الزاوية تمام، ويحتوي على كوستال جروف تمام، يحتوي على كوستال جروف وشيفت ها، وانير سيرفيس اوتر سيرفيس سوبيريور بوردر انفيريور بوردر، هذا نقول عنه تيبيكال لانه يحتوي على هذا المواصفات، يحتوي على هيد ويحتوي على نيك ويحتوي على تبوركال تمام، ويحتوي على انجل ويحتوي على كوستال جروف. هذا الكوستال جروف مهم جدا، سنة ثانية لما ناخذ الكوستال ان ناخذ الثراسيك كيج والثراسيك وول ناخذ يعني بنعرف كيف البلاد سبلاي والنيرف بتمر من هنا ها، بتمر من هنا من الكوستال جروف، فانت هتفهم ان الكوستال جروف موجود في الانير سيرفيس في من الناحية السفلية تمام، من تحت الكوستال جروف في كل ريبز موجود من تحت من الانير سيرفيس الداخلي السطح الداخلي، ولكن تحت مش موجود فوق، وهذا علشان نحدد نوعية الربز هذا بيكون ليفت ولا رايت نحدده بالكوستال كارتريج. لما نخلي يرتبط كذا مثلا هذا الذي موجود هنا ها، لو ربطته مع الفرتبرا بيكون ارتباطه بالفرتبرا بهذا الشكل. الهيد هو الذي بيعمل الفيست في البادي حق الفرتبرا تمام، وفي معنى التبوركل بيعمل فيست في الترانسفيرس بروسس تمام، يعني بيرتبط الربز يرتبط مع الفرتبرا بنقطتين، نقطة الهيد في اللترال فيست في البدي وفي ذا الفرتبرا، وفي معنى الفيست الموجود على التبوركل في الترانسفيرس بروسس بيرتبط بهذا الشكل. فانا لما عملت كذا بهذا الشكل عرفت انه والكوستال كارتيلاج من تحت، فانا عرفت بهذا الطريقه انه هذا الربز ليفت ليفت. لكن لو جيت عملته رايت بهذا الشكل يا شباب، لو جيت عملته رايت ها ينقلب معانا الجروف هذا الموجود الى فوق، وهذا خطا تمام، ضروري ان الجروف يكون الى 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 الاسفل، الجروف الكوستال جروف الموجود هنا هذا الجروف يكون الى الاسفل. اذا هيك ونك تبركل انجل كوستال جروف شفت تمام، شفت نير سيرفيس اوتر سيرفيس سوبيريور بوردر انفيريور بوردر. وبشكل عام لو لاحظ الربز يا شباب انه يحتوي على جزئين، سموث بارت ورف بارت. الرف بارت الذي يحتوي على الانجل والهيد والنك والتبوركل نقول عنه رف بارت، وهذا الجزء الذي به بيعمل كونكشن مع الكوستال كارتريج نقول عنه سموث بارت، نقول عنه سموث بارت. هذا بالنسبة ما يخص موضوع الأكزيال سكلتون كمقدمة، وأنتم تتوسعوا بها لأنه ما عم تأخذوش مرة ثانية تمام، نتوسع بها ونذاكر فيها أكثر.